السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في ورشة بيبي. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم واحد البوستري كيجي رائع مزيون في المذاق، تفرحوا به وليداتكم وحتى الكبار. ان شاء الله غادي نحتاجوا عندنا هنايا تفاحه مقطعوها، وغادي نحتاجوا ايضا فريسه حتى هي مقطعه طريفات صغارين، وغادي نحتاجوا البنان حتى هو كنقطعوه طريفات صغارين، وغادي نحتاجو عندنا هنايا هذا الجبن. هذا استعملوا اي جبن عندكم متوفر في الدار. وغادي نحتاجو هذا الخبز طوست، وغادي نحتاجو الشوكولات، ونحتاجو الزبده والبيضات. نبداو بسم الله على بركه الله، نقطعو تفاح طريفات صغارين، كلشي قطعته من قبل غادي نقطعو، وغادي نعسل. غادي نعملو شويه د الزبده، نذوبوها شويه، نذوبوها وكنضيفو لها التفاح اللي قطعنا، وكنعملو معاه شويه ديال السكر، وكنعملو معاه شويه ديال القرفه. كنعملو على بوطه على العافيه، شويه تكون مهيله، ما تكونش العافيه مجهده. كما كتشوفوا الصوره، التفاح بدا كيتعسل، ملي كيتعسل التفاح وكنشوفوه تعسل صافي كنطفيو عليه ونخليوه يبرد. دابا كنبداو نحضروا الطوست ديالنا، كنقطعوا له ديك الجنوبات ديالو ديال الخبز، كنقطعوهم الجنوبه كامل كنقطعو، كنخليو غير الخبز تقدروا تعملوا كميه شحال ما قدرتوا نتوما. وكنبداو كنسرحوهم هكذا كيف ما كتشوفوا الصوره، كنسرحوهم حتى كترجع الطوست ديالنا رقيقه بزاف. ها هي سرحناهم كاملين، دابا غادي نبداو بالحشوه نعمروهم على حسب كيف، على حسب الذوق ديالكم نتوما كيف ما بغيتوا. انا عمرت هذه بعملت لها بجبن، دهنت بالجبن، عملت معها شويه ديال الفريسه. ايوا كنبدا نلويهم هكذا، كنلويهم هكذا كيجي على شكل اصابع هكذا. الثانيه دهنتها هكذا بالشوكولاط، مثل بانان هيدا كيف ما كتشوفوا. انا قلتكم كل واحد يعمل على حسب الذوق ديالو هكذا، حتى كنلوهم كاملين. ثالثه عملتها بهذاك التفاح اللي عسلته، كيجي مزيون في المذاق. هكذا حتى كنعمرهم كاملين، من بعد ملي كنساليهم كندوز المرحله ديال فاش غادي نغمصهم في البيضه والحليب. كنخلط البيضه مزيان مع الحليب حتى كيبان العناصر هذه، بديو كنعملهم شويه ديال المليحه، قبيصه مليحه، كنخلطو. دابا غندوز باش كنديرهم شويه في الزبده، كنعمل واحد شويه الزبده هيدا، شي معلقه ديال الزبده هيدا فوق المقله. تكون العافيه دائما، تكون العافيه ماشي مجهده بزاف، تكون مهيله العافيه. خلي وقتها كدوب ديك الزبده مزيان، ايوا كنبداو على بركه الله. كنقليوهم جميع، كنقلبو فيهم، كنغمصوهم داك البيضات مع الحليب هيدا، كنسيسوهم مزيان
وكننزلو في المقلة كيتقلب. كيجيو مزيونين هكذاك ملي كيشربو داك الزبيبة هكذا، كيجيو محمرين، كيجي المنظر ديالهم رائع. تقلبوهم كامل يتحمرهم جميع الجوانب ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا في الصورة. صافي من بعد ما حمرتهم كاملين صافي كنحيدهم، كنزلهم شي بغسل هكذا باش كنقدموهم. هكذا كيف ما كتشوفوا انا ساليتهم، زوقتهم بالشوكولات. يمكن اذا كانت عندكم حتى النطا كيجيو رائعين، او هيدا الباطو كيجيو مزيونين. وهالطبق ديالنا وبالصحة والراحة، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.